انا بس الاول عايز اعرف انت حضرتك ليه موجود دلوقتي في شارع عبد الخالق ثروت؟ راجل هنا كل اسبوع ثلاث مرات بس جيت النهارده بقى لقيت الزحمه دي يعني كنت بقى ساكن هنا مع اصحابي يعني بعيد عن الدوشه دي. ان شاء الله ربنا مع الحاج باذن الله وكل حاجه تبقى تمام باذن الله. الصحفيه برتغيه وكبيرهم حمدان صباح بمفهوم ايمن نور بمفهوم البرادر عامر الامريكان بتاع اسرائيل اليهودي يا برادر اترم يا ايمن يا نور اترم يا بتوع الصحفيين يا هتترموا قريب. شكرا استاذ محمد. تعالى السلام عليكم. ازي حضرتك؟ على فكره احنا مش نازلين النهارده ضد الصحفيين بعينهم الشرفاء، احنا نازلين ضد من يدعوا انهم صحفيين وهم عملاء، احنا نازلين ضد اهالي اي صعيد في مصر. الحق اصور ده. شكرا. تمام. انا شايف حاله سيسي واحنا معاك كلنا بقلبنا يعني كله واحد الكره احنا كلنا اللي هما بيقولوا هو الانسان وحريه التعبير والراي. انا بقول لهم بلاش تخبوا ورا الحكايه دي. انا بطارد الرئيس السيسي يقف. تعالى كده حضرتك يقف معانا. يقف معانا الراجل ده بطل بتاعنا. السيسي راجل جامد وربنا يديله الصحه ويقويه وكده شر البلاوي وربنا يستر عليه في كل حته. كان ايه ده؟ شكرا جزيلا. اتفضل يا محمد. عايز تقول ايه؟ ربنا يبارك لنا في السيسي. تمام. ويخلي باله معانا. خليه ينزل يشوف الغلابه. الغلابه كتير. الغلابه نزلت خير الله كتير. اي والله. وتعبانين وشجيانين ما لاقيينش اللقمه ناكلوها. ما شاء الله. حبك يا ريس. وخلي الغلابه على ريس. عشان يا ريس. واحنا بنحبك يا ريس. واحنا في عزة خير الله. وربنا معاك. اشعل امك. مسجله زي احمد دومه واحنا بنطالب شعب مصر والجيش ايد واحده وان شاء الله ان شاء الله الجيش منتظر والشرطه ايد واحده ايد واحده وحماده الليبي ووليد الليبي ثلاثه يتعدموا محمد سعيد محمد سعيد بس ارجوك ما تهزفش حاجه من اللي انا هقوله. انا مش لسه بقول لك عايز صحافه. ارجوك ما تهزفش حاجه من اللي انا عايز اقوله. طب اتفضل. دلوقتي احنا او الجو ده بيخلق عداوه بين الشعب وبعضه. الاول كنا بنقول الاخوان والاخوان كانوا عاملين مفرقين الشعب. دلوقتي احنا مننا ببعضينا.